تتزين مدينة الباب بأبهى حلة لها في الليالي التي تسبق عيد الفطر السعيد، فالأسواق مكتظة بالباعة والمتسوقين في آخر أيام شهر رمضان المبارك استعدادا لعيد الفطر. ترى في كل زاوية من السوق محالا سماها أصحابها بأسماء مدنهم التي هجروا منها قصريا، حيث جمعت هذه المدينة أهالي سوريا قاطبة في ظل حالة الأمان التي تخيم على المنطقة. اي والله احنا هنا حاليا عم نتسوق، بتعرف يعني موسم للاطفال، وهي فرحه للاطفال يعني قبل الكبار الاطفال يعني، واحنا فرحتنا الكبار يعني من فرحه اطفالنا. عم نشتري لهم لباس، عم نشتري لهم احذيه، يعني شيء انه يفرح الطفل، وشيء انه هدايا للطفل يعني العاب للطفل، يعني في سبيل انه نفرح اطفالنا، ويعني بتعرف شلون اجواء اعياد وفرحه. في كل بقعه من هذا السوق قصه وحكايه ترويها وجوه المره والباعه، منهم من تثاقلت عليه هموم واعباء النزوح، ومنهم من يذوق مرارة الفقر وانعدام الدخل بشكل كامل. الوضع هون أخوي مثل ما أنك شايف، الأجواء العيد الأسعار غالي، وبالنسبة للعمل ضعيف ماكن، يعني ما في شغل، يعني ما في عمل. قاعدين أجارات البيوت، أقل أجار بيت عندك 200 دولار 150 دولار 50 ألف و 100 ألف، والنسبة يعني من عدا الكهرباء ومن عدا المي والمعيشة يعني أسعار لا توصف. يسمى هذا السوق بسوق المسجد الكبير نسبة لوجود مسجد الباب الكبير، والذي يعتبر من آثار المدينة، ويعمل وقف الديانة التركي لإعادة إعمار هذا المسجد بعد أن تضررت أقسامه نتيجة المعارك التي دارت أواخر عام 2016. ومام أبو الزين، حلب اليوم، مدينة الباب.